اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس افتتح ميدان مصر بحي الأربعين بعد الانتهاء من تطويره. ومحافظ السويس أكد أن ميدان مصر بعد التطوير أصبح نموذج جمالي على مستوى السويس هيراعي تنفيذه في العديد من الميادين في المرحلة القادمة. وناشد أهالي السويس بالحفاظ على ما تم تطويره من ميادين وحدائق وشوارع. البداية حضراتكم عارفينه أكتر مني وأنتوا كنتوا عايشين في السويس قبل ما ناجي السويس، وعارفين إن الميدان دوت كان عبارة عن مجموعة إكشاك مستغل الوضع بشكل سيء ومتكتسب الشباب بشكل أسوأ، وكانوا عاملين مقام هنا بالشيخ بيسموه الشيخ تمساح، وكان تحته هوا وبيدعوا طوال الفترة اللي فاتت دي، لدرجة إن كان في ناس بتسجل معاكم وكانوا بيقولوا لكم بركاته وعظمته واللود وكل الكلام اللي أنتوا سمعتوه قبل كده. احنا خدنا على نفسنا عهد وقلنا نمشي بالطريقه القانونيه وجبنا اللجان القانونيه وجينا عشان نهد المقام دون، واذا كان فيه بصحيح شيخ ناخده ندفنه بالشكل القانوني واللائق. لقينا ان تحت هوا وان كان في ناس بتستغل الوضع ده عشان تتكسب وتعمل بؤره من بؤر الفساد هنا في السويس. قالينا على نفسنا ان احنا نخلي المكان دون مكان لائق ومحترم باهل السويس واهل المنطقه اللي موجودين فيها. عملنا الكلام اللي انتوا شايفينه دون وعملنا الميدان، ومش الميدان بس كمسلة وكمنظر جمالي في السويس، انتوا شفتوا الرصف والتخطيط، يعني حتى عندنا منطقة هنا اللي هي كان اللي احنا كاتبين عليها دلوقتي منطقة انتظار سيارات، دي أرض أصلا اللي احنا عارفينها بيوت الشباب بتاعت السويس، ولكن نظر لتعصر الموضوع، يعني ايه تعصر الموضوع؟ مش هيتعمل، ولكن البطء الشديد في تنفيذ الموضوع على ما تيجي الاعتمادات وعلى ما يجي المستثمر اللي هيبتدي ينفذ بالشكل الحضاري اللي يليق بمحافظة السويس، هي كانت عبارة عن بؤرة للقمامة والتجمع الكلام اللي مش مظبوط وحاجة يعني لا تليق. احنا قلنا نستغل الفترة اللي احنا موجودين فيها دي، نظفناها بالكامل وعملنا لها زي طبقة الطرق اللي بنسفلتها، شلنا السن اللي هو بيطلع منها وفردناه فيها، وقلنا نعملها باركنج مؤقت لغايه ما وزاره الشباب والرياضه تحط الاعتمادات الماليه اللازمه وتيجي تشتغل فيها بدل ما هي مرتع للكلاب وقمامه. فاعتقد المنظر بتاع المنطقه اللي حواليها منطقه محترمه، لدرجه ان انا سامع مثلا على سبيل المثال ان المباني السكنيه هنا المتر ارتفع فيها 5000 جنيه، مش بقى ب 5000، ده ارتفع فوق 8 و5000 جنيه. وعارف ان المتر التجاري بقى ب 27000 جنيه من 4000 جنيه. انا حزين طبعا ان الاسعار ارتفعت ومش مبسوط ان الاسعار ارتفعت، ولكن ده يدلك على 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 ان المنطقه بشكلها الجمالي الحضاري ارتقت بقت شكلها ايه. ان شاء الله رب العالمين، مش دي بس، انا بوعد اهالي السويس وبقولها على الهوا اهو، ان لن يمر اكتر من شهر هنكون فاتحين مكانين تانيين بنفس المستوى الجمالي المحترم دوت، ولن يمر اكتر من كمان شهر هنكون فاتحين مكانين تانيين بنفس المستوى الجمالي اللي موجودين ده، وده هيبقى النمط بتاعنا بتاع السويس. السويس لازم تبقى كده عشان احنا ما نحطش يفط وما نبقاش قدها، ما نكتبش السويس جميله باهلها بس من غير السويس نفسها ما تبقى جميله، لا السويس جميله وجميله باهلها.